بعد خدمة نتاعي روحت دخلت المنزل نتاعي فهمت تسعة وربع تسعة واربع دراج بالضبط نسمع في الضربة نتاع بولار قوي هنا عندي زوج سيارات موجودين قدام الدار خرجت على أساس بشوف سما تلفت نلقى فيترينة نتاع الحانوت نتاعي نلقى مفيق ونلقى جماعة الأمن حتى المتظاهرين ما ثمش أنا متظاهرين قدام الدار خرجت في الاتجاه نتاعهم قلت لهم علاش خيوتي كيفك فهمت علاش تعملوا لينا كيفك وكذا دخلوا علي طول وبدوا يضربوا فيا وبدوا هاك تشوف في وجهي كيفاش فهمتني يدي كيف كيف مرضرضة كلها كتفي من تيري كيف كيف فهمتني مش عارفين وش هي الحكايه بالضبط جتني الحمايه يلقوني مطيش لهنا في وسط الطريق فهمتني انا بعد برك باش فقت هزوني جماعه الحمايه للمستشفى وقام الطبيب بالاجراءات كل وفهمتني ودووني عملوا لي اربع غرز جا فيها اربع غرز فهمت واعطوني سيرتيفيكات هي ليه ليه علاش اش عملنا ليهم حيدف 58 سنه راهو ماهوش صغير هاو كيفاش شدينه في الكياس يمسحوا بيه في الكياس يمسحوا بيه في القاعه في الوحده وحشتي بحق هنا وحشتيش حتى بحاجه اخرى فهمت ما لا عملت فيهم حاجه لا عندي بيهم فهمتني وكلام بذيء وكذا وهاك تشوف الغاز هذا الكل هاك تشوف فيه هذا الكل مشني ندور نلم فيهم الطريق ولا كذا انا انسان عمري 60 سنه وشوف انت في دار واحده قدك غاز في دار واحده فهمت هذه في دار واحده في تيله هكا قاعد اوعد وما تنفذش وهذا هو منين يجي الغليان ويجيب يشد وقتاش الواحد ما كلم في جار يصبر خينا جيعان ما زلت نشوف لك انت كيف ما عادش نحكرك خلاص وما عادش نشوف لك خلاص انا مطالب مشروعه اي مطالب وكل شيء اخي مشروعه وما تنفذش وشيمه قاير مش عاطي كاين وساك خير منه واللي مش يعطيك برا موت برا وقتني ونحي سيدي لهنا ولينا كي نروح كل ما نحتاجه بالنهار ولت وزارة الداخلية والأمن هو اللي يصور في العباد وفي الليل يظلموا عليها ما يهزوهم ولت العباد خايفة ما عادش تحب توري وجوها في النهار فهمني هذاك علاش العباد لهنا ولت يلزم تتحرك كان بالليل بالنسبة لتالا راهو مش باش نتحركوا في الليل معناتها راهو عن سرقة لا سرقنا لا خطفنا الوحيدة في تراب الجمهورية ما تسرقش منها حتى شيء دينا مظاهرات سلمية لا سرقنا لا نهبنا لا كسرنا لا شاعنا هما البدو يضربوا في المواطنين هذي الأمن اللي يحمي في المواطنين هو اللي يضرب فيه هما المسؤولين اللي خلونا نحن باش نعملوا كيفك هما الجوعونا هما اللي خلونا نحن باش نعملوا كيفك مش يعمل في النهار يصوروه في الليل يدهموا عليه في المغرب يدهموا عليه يهزوهم بعد أمه لا يحشموا ولا يجعروا وكلام المنطق ظل أمك واختك وبيك ويكفيه مثلا ويخطفوك من قدامهم أنت باش تحس روحك هذاك نحن علاش نتكلموا كان بالليل باش ميصوروناش اعطينا حقوقنا اخويا اعطينا حقنا هذا واش طالبين ما طالبين من الحكومه حد شيء حقة الطماطم نام بربعه بثلاثه الاف ما نقدرش عليها ثم اللي يقدرنا ما نقدرش يا رسول الله ما نقدرش الحمض نخضر له بعينينا نتعدى على الحمض نخضر له بعينينا وما ناكلوش